ال linear list بتاعته. احنا دلوقتي احنا هنقول بس نراجع عليها ايه الحاجات اللي موجودة فيها ونراجع على الفانكشنز ساعتها كده. هنحل مسألة في الشيت ونتكلم في الآخر كده حاجة صغيرة على الفانكشنز. تمام؟ طب احنا نلحق نحط اللينكد والان اوردر والحاجات دي قبل الميد ترم ولا لا؟ لينك وليه؟ الان اوردر ليست، ان اوردر ليست والحاجات دي قبل الميد ترم ولا لا؟ انا معرفش الدكتور ماشي ازاي بس انا فاهم ان انتوا خدتوا المفروض انتوا خدتوا مع الدكتور اللينك ليست اللي احنا هنكتبه. لينكد وبعدين دخل في اللي هي ان اوردر المحاضره اللي فاتت دي على طول. اوكي بص انا معرفش هو يعني خلاص هو اللي بيمشي محاضرات فانا بس بساله كل اسبوع عشان اوكي انا معرفش هو بيمشي ازاي عشان اول مره اجيب الكورس بس. بس يعني في السكاشن لو الدكتور خلصها احنا هن 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 هنمشي لغايه ما نوصل في ال يعني ما ده اللي قصدي عليه. يعني السكشن اسبوع المفروض كده سكشن فاهم هو احنا واصلين احنا واصلين لغايه انت قصدك طيب اوكي هو لسه كمان فاضل محاضره كمان محاضرتين كمان محاضره هيشرح ومحاضره هتحل محاضره الاربع دي الجاي ده اللي هو بعد بكره هيشرح ويوم الاحد هيجيبني انا هحل مسائل هحل يعني بروجرامز وكده بس انت قصدك ان في ناس مش هتلحق اسبوع بالظبط في ناس اللي عملناها او السكشن اصلا الجاي هيلحق يغطي اربع محاضرات مثلا هيلحق يغطي اللينكد والاوردر واللي هيشرحه بكره بعد بكره مش عارف انا بس هو غالبا اللي انت هتقول هيشرحه بكره ما بيمش هيلحق يعني بس انا هشوف ال يعني انا المفروض ان انا كده واصل لغايه الاسبوع اللي فات هو على فكره عشان في سكشن يبقى نص مره يعني مرتين مره في الاسبوعين طيب خلينا بس نخلص السكشن ده بعد كده نشوف موضوع ال مش هنلحق ماشي طيب الليست مينلي اهم بروبرتي ليها ان انت ليك سيكونشال اكسس ده الفرق بينها وبين الاريز الاريز انت ممكن تاكسس اي ريز اي حاجه الليست اللي هي بتبتدي الاول تحط اكسس اللي بعده واللي بعده واللي بعده تمام في ثلاثه ميمبر فانكشنز لازم يبقوا موجودين في اي ليست اول حاجه فيرست دي بتروح لاول اليمنت وترجعه لليوزر او الان في الليست ولازم تتاكد قبل ما ترجعه يعني ان الليست مش فاضيه تاني واحده الاكس بترجع على الاليمنت بعد اخر اليمنت اليوزر خده ولازم تتاكد ان ان انا يعني ما وصلتش لاخر ليست في لاخر اليمنت في الليست يعني لسه في حاجات تانية ممكن تجيبها مش خلاص انت يعني حطيت 10 اليمنتس وعايز تقول له انت اخر حاجه جبتها 10 تقول له هات اللي بعده مفيش بعده انت عملت 10 بس فالاكس لازم تتاكد ان هو يعني مش عايز حاجة ولا لسه محطهاش. آخر حاجة insert بتزود element جديد للليست. في اللينير ليست عشان احنا عملنا implementation للستاتيك اراي لازم الانسيرت تتأكد إن الليست مش مليانة، يعني إن أنا ما وصلتش للماكسيمم كاباسيتي للليست. للأراي اللي جوه الليست، تمام؟ ماشي. فإحنا لما نيجي الأول نعمل ليست إحنا بس الأول عرفنا حاجة اسمها الـ type def. هي مثلا إن أنت مثلا الليست ممكن يكون جواها اي حاجه ممكن يبقى جواها انتجر من جواها فلوت ممكن يكون جواها كلاس انت عندها اي حاجه انت عايزها فعشان ما تقعدش كل مره عايز تعمل ليست بإلمنت جديد جواها تمسك كل مثلا هنا كان الليست اراي كنت بعيد تخلي دي انت ودي انت ودي انت ودي انت عايز تخليها تبقى فلوت هتمسك لازم من غير التايب ده تمسك تخليها فلوت وتخليها فلوت وتخليها فلوت وكل اي حاجه عرفتها في نص اي تايب تخليها فلوت فهنستعمل اي تايب دي بحيث ايه؟ التايب ده بحيث ايه؟ ان انت مثلا انا دلوقتي عرفتها على انها انت عايز اعمل لسته اي ثانيه تبقى فلوت كل اللي هعمله هشيل انت في النص دي واخليها فلوت هو كده هيشيل كل اي تايب انا كاتبها هنا ويحط بدالها فلوت فبالتالي كاني عرفت ليست اراي جديده والوان مش جواها فلوت بدل ما كان هنا إيه؟ يعني هو بيعرف اسم جديد للداتا تايب بالظبط هو كان اللي تايب ده يعني هو بيعرف اسم جديد للداتا تايب موجود عشان خاطر لما اجي اعمل ليست بتايب جديد يبقى سهل ان انا اعدلها ما اقعدش اعدل كل حاجه هنا حد مش فاهم دي؟ بعد كده احنا جينا بقى عشان احنا هنعرف الليست دي انها ستاتيك اراي فلازم ستاتيك اراي يكون ليها سايز محدد ماكسيمم فاحنا عرفنا السايز ده اللي هو هنا 1000 احنا لو عايزين نكبرها كل اللي نعمله هنغير بس 1000 نخليها 100 2000 اي حاجه تمام ماشي بس مش انا ممكن اسيبها من غير ماكسيمم سايز خالص مش هتعرف لان انت الستاتيك اراي دي لازم يكون السايز بتاعها بص انا هقول لك دلوقتي الكومبايلر اللي احنا بنستعمله اللي هو الجي سي في اكستنشن بيخليك تقدر يبقى السايز بتاع الليست مش معروف
اثناء الكومبايليشن. يعني انا هنا لو بصيت على الكود ده هتقول اكيد لسه الريحه انها 1000 صح؟ انما ايه ممكن ناس ثانيه تعمل كده مثلا تعمل حاجه زي كده. ده الجي سي الكومبايلر احنا بنستعمله بس هو اللي بيسمح بكده. يقول مثلا انت اكس وبعد كده سي ان اكس وبعد كده مثلا انت واي اكس كده. هل انا لما بصيت على الكود ده اقدر اقول لك الاريه دي حجمها كام؟ فده السايز ليست دي او الاريه دي مش معروف اثناء الكومبايليشن تايم. ده معظم الكومبايلرز ما بتسمحش بيه اصلا. الجي سي سي بس اللي احنا بنستعمله بيسمح بالحكايه دي. في اكستنشن معين بيسمح ان انت يبقى السايز بتاع الاري مش معروف اثناء الكومبايليشن. بس يعني دي الاري ما بتعملش حاجه في الاقل كود تكتبه انت هنا يعني. ماشي على الورق يعني. فعشان كده عشان معظم الكومبايلرز ما بتسمحش بالموضوع ده فاحنا حددنا ماكسيمم سايز. خلاص كده؟ وبعدين هعرف الايه. احنا قلنا لازم الانسيرت او النكست تتاكد ان انا ما وصلتش لاخر اليمنت اليوزر حط. فاحنا هنعرف داتا تايب او يعني اليمنت داتا تايب هنعرف اليمنت جوه الكلاس هنسميه نمبر اوف اليمنتس. ده بيعبر عن في كام اليمنت جوه السبيس. ده النكست هيستعمله عشان خاطر يتاكد ان هو ما وصلش لاخر اليمنت اليوزر حط. تمام. وبعد كده تاني حاجه هنعرفها مين هي عشان خاطر فيرست ونكست. المفروض فيرست بتخلي اليوزر يرجع لاول ايلمنت صح؟ وبعد كده نكست تجيب له الايلمنت بعد اخر ايلمنت هو جابه. فكرنت بوزيشن هي دي اللي فايدتها ان هي بتجيب بتعبر عن اخر ايلمنت اليوزر خده. بحيث ان النكست كل اللي تعمله ان هي هتزوده تاخد الايلمنت اللي على الارض. تمام؟ فاهمين الثلاثه دول معناهم ايه؟ دي مبدئيا الاباي اللي هي فيها الحاجه اللي احنا عايزين نسيبها ستور يعني. تمام؟ ودول الايلمنتس قلنا دي بتعبر عن كام ايلمنت في الليست ودي بتعبر عن اخر حاجه اليوزر خدها من الليست. كده؟ ماشي. لما نيجي طيب لو احنا نيجي نعرف الليست من الاول كده هنعمل ليست جديده. احنا متوقعين نمبر بالانس يبقى كام؟ مفيش كام يعني؟ في كام ايلمنت في الليست؟ زيرو 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 مفيش. فلما نبتدي لما يعني دلوقتي هنا عملنا كونستراكتور ده هدفه ان احنا نشلايز الكونتريبرز دول. فاحنا متوقعين ان احنا لما نعمل الليست جديده متوقعين ان هو هيبقى بزيرو. تمام. طيب الكرنت بوزيشن اي اخر ايلمنت اليوزر خده؟ هو خد اي هو خد اي ايلمنت اصلا؟ طيب في ناس ممكن تفكر تقول لك ما نخليه بزيرو. زيرو دي مش مظبوطه. ليه؟ لان انت كده كانك بتقول ان اليوزر خد اول ايلمنت. لان الليست اري اوف زيرو دي بتعبر عن اول ايلمنت. فاحنا بالتالي هنخليها اول ما نشلايز يعني هنخليها نيجاتيف 1 بحيث ان هي تعبر عن انك لسه ما خدتش اي حاجه. ولما يعني معنى كده ان هي لما تكون نيجاتيف 1 كده ان انت لسه ما خدتش ما عملتش كل فيرست اصلا ولا خدت اي ايلمنت. تمام كده؟ خليه يجي هو زيرو ده لا احنا دلوقتي يعني عايزين اكشنايز فاليوز بكرنت بوزيشن مثلا. انت ممكن تحطي لي اي حاجه في الكود دي كتير انت عايزاها بس احنا بنشوف ايه الحاجه اللي هتشتغل صح. ممكن واحد يفكر يقول انا خلي كرنت بوزيشن بزيرو. بس لو كرنت بوزيشن بزيرو يبقى انت بتقول احنا قلنا كرنت بوزيشن ده بيعبر عن اخر ايلمنت اليوزر خده. انت كده كانك بتقول ان اليوزر خد ايلمنت رقم زيرو اللي هو اول ايلمنت بس اليوزر لسه ما خدوش. عشان كده تقريبا نيجاتيف 1 كانه يعني لسه ما خدش اي حاجه. تمام؟ ماشي. احنا عرفنا بس الثلاثه فانكشنز اللي هم قلنا عليهم الفيرست نكست نكست. طيب ليه بقى؟ نشوف الحاجات اللي جوه. احنا قلنا فيرست المفروض ان هي بترجع اليوزر اول ايلمنت في الاريه. تمام؟ بس لازم تتاكد الاول ان الليست يعني مش فاضيه. فاحنا هنخلي البوليان ده هو بيقول لي هل الليست كانت فاضيه ولا لا؟ لو فاضيه هيرجع لي هنا بول فولس ان انا ما قدرتش اجيب لك اول فيرست ايلمنت. لو كانت مليئه فيها حاجه يبقى هيرجع لي هنا ترو وايدك يبقى جواه اول ايلمنت فعلا. يعني احنا عاملين من ايدك فولس باي ريفرنس صح؟ فالفانكشن فيرست دي ممكن تغير فيه. فالفانكشن فيرست هتعمل ايه؟ اول حاجه هتشوف الليست فاضيه ولا مليانه. لو فاضيه
يبقى ترجع لي فولس واشتغل اي حاجه فيه. لو طلع فيها حاجه يبقى هتخلي ايدك جواه او الحاجه اللي جواه هي اول اليمنت في الليست الاماني دي وترجع لي تو، ان انا عرفت ارجع لك اول اليمنت وايدك هي اول اليمنت في الليست. تمام كده؟ نفس الفكره في نكست برضه. نكست تقدر يعني احنا لما تعمل نفس الحركه البوليان ده هيعبر عن هي نجحت ولا فشلت. طب هتنجح امتى؟ قلنا هتشوف الاول الليست وصلت لاخر ايمنت وعايزه ولا لا. يعني افرض مثلا الليست ده 10 ايمنتس، انا حطيت عملت انسيرت 10 مرات يبقى ده فيه 10 ايمنتس. وبعد كده انا قلت له مثلا قعدت اقول له نكست لغايه ما وصلت لاخر ايمنت، انا خدت الايمنت رقم 10 مرات لغايه دي، انا عملت له نكست وخدته. بعد كده جاي يقول له نكست تاني، تمام؟ يعني قريت فيه 10 كده وانا اخدت ده خلاص، ال 10 ده انا جبته، فكرت البوزيشن هيبقى هنا، تمام؟ جميل. طيب انا دلوقتي بقول له هات نكست، هل في ايلمنت هنا ولا انا اصلا لسه ما حطيتوش؟ لسه ما حطيتش حاجه، ما حطيتش حاجه لسه. في نكست هتشوف هل هو عايز حاجه لسه ما حطهاش ولا لا؟ لو هو عايز حاجه لسه ما حطهاش يبقى هرجع له فولس. اقول له انا خلاص انت انا وصلت لاخر الليست مفيش حاجه ممكن ارجعها لك. لو كان لسه في ايلمنت ممكن يديها لي يبقى هتخلي ايدك جواه الاليمنت الجديد اللي هو المفروض اليوزر ياخده وارجع له تو، اقول له خلاص انا اخدت رجعت لك الاليمنت وهو موجود جواه. خلاص كده؟ طيب نيجي للانسيرت. احنا متوقعين الانسيرت تعمل ايه؟ المفروض ان هي بتاخد اليمنت، انا بديها اليمنت يعني بديها فاليبل التايب بتاعه متوقع ان هو ايه ده؟ مش عارف هو ليست. تمام كده؟ المفروض ان هي الاول تشوف انا بس هكتبها تاني عشان هي بس شويه. هو انا ليه بعت البروجكت انا فالانسيرت بديها فاليبل من نوع الليست وهي تشوف لو الليست مليانه على اخرها ووصلت للماكسيمم سايز بتاعتها يبقى هرجع له فلوس ومش هحط الايمنت ده جوه. لو لسه فيها مكان يبقى هخلي الايده ادخله جوه الليست واقول له ترو انا حطيته له خلاص. طيب ليه بقى انا عملت له اصلا فلوس بالطريقه دي؟ لو واحد فكر عادي يقول ايه طب ما هي هل الانسيرت دي هتغير في ايه؟ لا تعملها باص باي باي. المفروض كنت عاملها كده مثلا انسيرت اي تايب اي صح؟ ده كلام هيشتغل بس احنا ليه ما عملناش كده؟ لان انت دلوقتي اي تايب ده ممكن يكون اي داتا تايب صح؟ ممكن تكون انت من نفسك معرف بلس سميه مثلا من اي حاجه ستودنت تمام؟ البلس ده فيه داتا فاليوز كتير قوي فبالتالي حجمه كبير الاليمنت الواحد حجمه كبير اللي هو جواه اليمنتس كتير. فاي لما تعمل انسيرت اي تايب اي كده هيعمل ايه؟ انت مثلا بتقول له مثلا ال دوت انسيرت احمد بس اي حاجه يعني سميت فاليبل اللي هو ستودنت معرفه قبل كده وسميته احمد حلو. فهو يعمل ايه؟ هو هيعرف فاليبل جديد جوه انسيرت جوه الفانكشن. يعني يخش الفانكشن هيعمل فاليبل جديد هيحجز مكان جديد في الفاليبل تمام؟ وبعد كده يروح ياخد كوبي من احمد يحطها في اي اللي هو اسم الفاليو اللي هو عمله جديد وحجز له مكان جديد في الميموري تمام؟ فلو احمد ده كبير انت كده هتضيع ميموري كتير لان انت كانك انت اوريدي احمد بتسيب له مكان فانت هتسيب مكان جديد في الميموري ايه؟ كوبي جديده منه اصلا كوبي جديده منه في الميموري هتحطها يعني يبقى فيها الكوبي دي يبقى فيها نفس الحاجه موجوده تحت انت كده كانك احمد انت عايش مره واحده بس خليته مرتين انت كده بتضيع منه. لما يكون ايمنت صغيره ما تبقاش مشكله انما نتيجه ان احنا ممكن يكون ايمنت ساعه كبيره فاحنا عندنا مبدئيا كده قررنا ان احنا نعمل ايه؟ باس باي ريفرنس. لما اعمل باس باي ريفرنس في الحقيقه مش بينقل الاليمنت كله هو ما هو الا بينقل بوينت بي هنشوف ايه حكايه البوينترز دي بس يعني مبدئيا فكره بس ليه عملنا باس باي ريفرنس؟ عشان توفر في الميموري عشان خاطر لما بنعمل باس باي فاليو يحجز مكان جديد في الميموري ويعمل كوبي من احمد يحطها في نفس المكان اللي في الميموري. هو كده مش هيعمل كوبي اصلا كده مش هيعمل كوبي مش هيعمل عليه بس بالظبط. فحته بس ليه باس باي ريفرنس عشان خاطر نوفر ميموري
طيب ليه بقى حاطين الكونستنت هنا؟ هل احنا متوقعين ان الانسيرت دي هتغير اي اللي جوه؟ يعني هو انا بقول له حط لي 10 في الليست، هل انا متوقع مثلا ان الانسيرت دي ممكن تغير 10 في الليست 9؟ هل ده المفروض يحصل؟ لا. فعشان كده احنا حاطين الكونستنت عشان خاطر نقول ان اي ده جوه فانكشن ده حاجه مش هتتغير، بحيث ان انا اسيف جارد لو انا لاي سبب من الاسباب وانا باكل الكود عملت حاجه تغير الفاليو اللي في اي، الكومبايلر هيديني ايرور يقول لي اي دي كونستنت ما ينفعش اغير فيها حاجه. فالكونستنت عشان انا متوقع ان هي مش هتغير فيها حاجه، فعشان خاطر لو انا غلطت وانا باكل الكود لاي سبب هو الكومبايلر يديني ايرور عشان خاطر ما بكملش بالغلط. عندنا ايه باس باي ريفرنس عشان خاطر نوفر في الداتا. هل عندنا مشكله؟ ماشي. هنا بقى البريزنتيشن بتاع كل فانكشن او يعني الديفينيشن. فاحنا قلنا انسيرت لازم الاول تتاكد ان الليست مش مليانه. هتاكد ازاي الليست مش مليانه؟ لو نمبر اوف اليمنتس بيساوي مثلا 5 يبقى الليست مش مليانه. يبقى ساعتها هرجع لك غير كده هاخد الاليمنت اللي هو الدهوني احطه في الليست اري النمبر اوف اليمنتس. ان انا لو انا مثلا عندي نمبر اوف اليمنتس بزيرو ما عنديش ولا اليمنت فنمبر اوف اليمنتس بزيرو، يبقى انا المكان اللي المفروض احط فيه في الاري هو مكان كام؟ لو رقم كام يعني؟ زيرو. فنمبر اوف اليمنتس هتلاقيه هو بيعبر لك عن الاندكس اللي انت عايز تروح ليه. طيب يعني المفروض مني عشان خاطر الاندكس بتبتدي من زيرو بس. تمام؟ فكل اللي عملته هنا ان انا حطيت جوه الليست في اخر مكان فيها، يعني مش اخر مكان فيها في يعني المكان اللي بعده، يعني مثلا هو حط لي 10 اليمنتس هنا وعايز احط لي واحد جديد، فنمبر اليمنتس دي كاني احط في الاليمنت رقم 11 اي لود هانجي وبعد كده ازود انكريمنت، فهروح بقى اقول بقى بدل ما كان في 10 اليمنتس بقى في 11 خلاص كده؟ كده دي كلها بتعمل اكسر. طيب احنا قلنا الكونستراكتور ده هدف ان هو ينشلايز الاليمنتس اللي هي كانت بوزيشن كانت بوزيشن نمبر اليمنتس. قلنا نمبر اليمنتس اول ما نعمل الاري بتبقى فاضي خالص، لسه ما فاضي خالص، فنمبر اليمنتس زيرو. وقلنا عشان خاطر نخلي الكانت بوزيشن مظبوط هنخليه نيجاتيف 1 عشان خاطر اليوزر لسه ما خدش اول ايمنت. تمام كده؟ ماشي. نيجي الفيرست. فيرست قلنا اول حاجه نتاكد ان الليست مش فاضيه. هي ده اللي بتعمل في الفيرست. فهي بتشوف لو نمبر اوف اليمنتس بيساوي زيرو يبقى الليست دي فاضيه لسه ما حطيتش فيها اي حاجه. باشمهندس هو ايه قبل ايه؟ يعني الترتيب بتاع الحاجات مش فارقه ترتيب، يعني مش فارقه ترتيب دول. لا لا تحت ايه؟ يعني كل يعني الانسيرت معموله قبل الفيرست مثلا ولا مش هتفرق اصلا؟ مش هتفرق اي حاجه. خالص مش مستركتر يعني مش فارقه هتديفاين من الاول. ايوه اصل قصدي لو هنا كان هيتشيك اصلا على حاجه مش معموله انشيلايز. لا ما انت خلي بالك هو كل الانستراكتور هي الفانكشنز دي مش بتمشي ورا بعض. ايوه انا قصدي كده. تمام. انت اول ما بتعمل اول حاجه بتكون الكونستراكتور. ايوه اول حاجه بتعملها كل الكونستراكتور زي ما المره اللي فاتت، اول ما الفاريبل بيتعمل جديد الكونستراكتور بتاعه بتعمله كود لما نصبها وتكتب فانكشنز. يعني تمام؟ نكتب الاول فيرست وبعد كده نكتب. لا ترتيب دول ما يفرقش اي حاجه خالص، انا بس بقول له في فانكشنز اسمها فيرست وفانكشنز اسمها نكست وفانكشنز اسمها ستارت. ده مش معناه ان هم هيتعملوا كل كده الترتيب ده، لا اليوزر ممكن يكون زي ما هو عايز، يعني ممكن مثلا الاول يكون انسيرت وبعد كده يكون فيرست وبعد كده يكون نكست زي ما هو عايز، بس احنا في الكود يعني هنخليه لازم الاول يكون فيرست قبل ما يكون نكست. تمام؟ بس دي مش حاكمينها بالترتيب ده، يعني الترتيب ده مش حاكم ان اليوزر لازم يكون نكست قبل فيرست خالص. الترتيب ده ممكن ترتيبه اي حاجه مش مشكله، بس تعرف ان هو موجودين وبرضه ترتيب الديفريشن بتاعها ممكن ترتيب اي شكل مش هتفرق خالص، بس حاجه اللي هو فوق جوه نكس هنعملها عشان نخليه كول فيرست. بقى قلنا في فيرست. طب حد تاه لاي سبب قولوا معايا. ماشي فيرست الاول بنشوف احنا الاول نتاكد، احنا لازم نتاكد ان الليست مش فاضيه. لو متاكد ان هي مش فاضيه بنشوف نمبر اوف اليمنتس، لو بيساوي زيرو يبقى هي فاضيه، لو بيساوي زيرو يبقى الليست فاضيه يبقى مفيش حاجه ممكن اجيبها لك يرجعها فوز. لو في حاجه يبقى هقول له هزود كده كل البوزيشن بزيرو عشان تبقى لينكد فون بقى، عشان اليوزر دلوقتي اخر حاجه خدها بعد ما البوزيشن دي تخلص كده هتبقى اول ايفنت. صح؟
فكاني كده بحضر، اخلي كده بوزيشن زيرو وارجع له اللي هو اي او الاليمنت في ستار اي اللي هو الاندكس 50. كده لو رجعت له الاليمنت في اي صح وعملت الكرنت بوزيشن خليته مظبوط اول اليمنت رجع له 2، ان انا نجحت ان انا ارجع لك اول اليمنت وهو موجود جوه دلوقتي. تمام كده؟ ماشي. نيجي للنكست. نكست احنا قلنا لازم تتاكد ان الليست ما وصلتش لاخر اليمنت فيه. تمام؟ فهو ده اللي احنا بنتشيك عليه هنا. لو لقينا كارنت بوزيشن اللي هو اخر اليمنت اليوزر خده بيساوي نمبر اوف اليمنتس ماينس 1، طب ليه عملنا ماينس 1 هنا؟ يعني احنا بالظبط. النمبر اوف اليمنتس كان ماينس 1 مش هحط الاندكس هتبتدي من زيرو. فلو انا عندي 10 اليمنتس يبقى عندي من زيرو ل 9. فاخر اليمنت اليوزر خده يبقى رقم 9. فانا بتاكد لو كارنت بوزيشن اللي هو الاليمنت اللي اخر اليمنت اليوزر خده بيساوي نمبر اوف اليمنتس ماينس 1 يبقى كده انا وصلت لاخر الليست. يرجع له فلوس. هنا حطيت كونديشن تاني. يقول او كارنت بوزيشن بيساوي نيجاتيف 1. الكونديشن ده هدفه ان انا اتاكد ان اليوزر عمل كل فيرست الاول. طيب ليه لازم ليه اليوزر لازم يكون فيرست الاول؟ لان انا لازم اتاكد قبل ما اجيب له نكست ان الليست اصلا فيها اي حاجه. تمام؟ فانا بخلي فيرست هدفها ان هي توصل اليوزر اصلا لاول اليمنت وتقول له هي فاضيه ولا لا. فاليوزر لازم الاول يكون فيرست عشان اتاكد ان الليست فيها حاجه اصلا. تمام؟ وبعد كده بقى لو عايز اكسس اليمنت بعده يكون نكست. وكمان بالمنطق انا شايفها كل نكس من غير ما هو في المنت معين، يعني هو انا لسه لو عملت كل نكس طب النكس من فين؟ مش لازم الاول تاكسس اول المنت بعد كده النكس بتاعه. فعشان كده احنا لازم نتاكد الاول ان الفيرست عملها كول اللي هي عملها تشيك بالكونديشن ده. حد عنده مشكله؟ فهنا بشوف اول كونديشن ده بتشيك هل الليست وصلت اخرها ولا لا؟ تاني كونديشن بتشيك هل الفيرست عملها كول ولا لا؟ لو الليست وصل اخرها او فيرست ما تعملهاش كول يبقى انا هرجع له. تمام؟ وبعد كده افرض بقى خلاص، يعني لو بقى لو عدى الكونديشن ده يبقى انا لسه البنا فعلا لسه فيها مكان واليوزر عمل لكل فيرست قد كده. فكل اللي هعمله ان انا هجيب المكان الحاجه اللي بعد اخر حاجه اليوزر خدها. فهزود البوزيشن اللي هو كاني باكسس عايز اجيب الاليمنت اللي بعد اليوزر خده وارجعه له فيه. بعد كده اقول له ترو خلاص انا نجحت ان انا اجيب الاليمنت اللي بعده ورجعته له جوه. تمام كده؟ حد عنده مشكله ده؟ هو ما تنفعش تبقى نمبر اوف اليمنت صح؟ يعني شيل الستارت بتاع كرنت بوزيشن بلس بلس وخليها اليمنت تساوي ليست اوف اري اوف نمبر اوف اليمنت. ليست اري اوف نمبر اوف اليمنت؟ واشيل الستارت بتاع كرنت بوزيشن. لا انت كده تمام، انت كده كان كل مره اليوزر يقول لك نكست ترجع له اخر اليمنت في الاري في الليست. احنا النكست المفروض تعمل ايه؟ لا ولا صح كمان. طيب حد عنده حد فاهم سؤال وفاهم هو ليه عنده مشكله؟ كله فاهم عنده مشكله مش فاهم هو ليه سؤال ومش مش هيحقق يعني التنفيذ اللي احنا عايزينه؟ عشان كل مره هيجيب نفس الحاجه. هجيب اخر حاجه. مش حتى لو قلت له فيرست هيرجع ماشي الاول بس ما اجيب نفسي اجيب له اخر حاجه مش ده انا عايز خالص. تمام؟ ماشي. نيجي بقى كده احنا خلصنا الفانكشنز كل اللي احنا محتاجينه في الاسم. مثلا عندي سؤال معلش، ما الريتيرن ترو اللي تحت دي ده انا ما كتبتهاش هو بيجيب ورننج ما بيجيبش ايرور؟ اه هيديك ورننج بس يعني هيتصرف ازاي بقى؟ لا هو يعني لا هو في هيديك وفايش ايرور مش هيديك. لا بيدي ورننج لو انا عامل فولس في حته بيدي ورننج بس بيدي ورننج ان انت دي حاجه المفروض تريترن حاجه وانت ما عملتش بس انا عايز اعرف هو هيتصرف ازاي بقى؟ لا بصراحه ما غلطش انا بصراحه ما اعرفش هيتصرف ازاي بالظبط بصراحه. انا اصلا انا يعني انا ما وصلتش كنت ده قبل كده بس اللي انا كنت بستعملهم كان بيدير بيقول لي ما ينفعش. احنا كده فهمنا كل الفانكشنز بتاعت دول رقم 11 يقول لي انا عايزك تعمل لي ميمبر فانكشن جديده في الليست. الميمبر فانكشن دي اسمها سبليت. سبليت دي بتعمل ايه؟ الاول يعني مثلا عشان اقول سبليت بعمل كده اقول مثلا ليست ان مثلا او لسه قبل هنا كده ال مثلا بعد كده اعرف اقعد انسيرت كده في النص حاجات مش مشكله يعني بعد كده مثلا اقول ال دوت سبليت ال 1 و ال 2 و ال 1 و ال 2 دي بتبقى عارفها فوق يعني. تمام كده؟ سبليت دي هتعمل ايه؟ لازم الاول تتاكد ان ال 1 و ال 2 دول فاضيين.
تمام، انا متاكد ان الليست اللي هتجيبها لها هيبقوا فاضيين، مش الليست اللي جابت اللي بعمل بيها اللي بعمل كل بيها. تمام، يعني انا هنا بقول السبليت دي باوبجكت ليست، ده هيكون مليان مش مشكله، انما لازم الاثنين دول يبقوا فاضيين. ماشي، فالليست دي بقى السبليت دي هتعمل ايه؟ افرض مثلا ال عامله كده فيها اليمنتس 1 2 3 4 5 هكذا، يبقى انا عايز ال 1 يبقى فيها ال اوف 0 اللي هي 1 و ال اوف 2 اللي هي 3 و ال اوف 4 اللي هي 5 وهكذا. يعني كان يبقى فيها الاليمنتس في ال الاندكس بتاعهم ايفن. تمام؟ يعني ممكن تكتبها بطريقه ثانيه عشان تبقى اوضح. يبقى دي ايه؟ يبقى هنا في ال اوف 0 وبعد كده ال اوف 2 كده ال اوف 4 كده كده ال اوف 6 وهكذا. تمام؟ وليست 2 هيبقى فيها نفس الفكره بس الاوب بقى. فهيبقى فيها ال اوف 1 بعد كده ال اوف 3 بعد كده ال اوف 5 وهكذا. تمام كده؟ هو ده اللي طلع. احنا دلوقتي عايزين نعمل الفانكشن دي. فهو قال لنا في الاول لازم نتاكد ان ال1 وال2 فاضيين. تمام؟ احنا بقى نفكر دلوقتي احنا ازاي نعمل اللي هو عايزه. اول حاجه من الاول مثلا هنجيب اول element نحطه عندنا في الباقي، نحطه عندنا في حته. تمام؟ وبعد كده نشوف الاندكس هل هو ايفن ولا اود؟ لو ايفن يبقى احطه في ال1، لو اود يبقى احطه في ال2. تمام كده؟ اهو الاول اجيب اود اليمنت وبعد كده اشوف الاندكس، لو الاندكس ايفن احطها في ال1، لو الاندكس اود احطها في ال2، وبعد كده اجيب اللوكيشن اللي بقى اجيب الاليمنت اللي في اللوكيشن اللي بعده. صح؟ بعد كده ازود الاندكس تاني وارجع اشوف الاندكس، افضل لف كده لغايه امتى؟ اخلص لما اخلص ال اللي فوق اصلا يبقى هو تاني. ايوه اللي هي يعني عايزين بقى كونديشن كده سايز ده ايه؟ اشوف مثلا الماكسيمم سايز او النمبر اوف اللي خلصت او الكرنت بوزيشن سواء نمبر اوف اللي ماينس 1. تمام صح، اللي هو يعني وان نوت امتي اللي هي ممكن ده طريقه نشيك عليها، ان احنا نشوف الكرنت بوزيشن بيساوي نمبر اوف اليمنتس ماينس 1 اللي هو نفس الكونديشن اللي كنا حاطينه في النكست. ماشي؟ طيب فعشان تعمل الكلام ده عندك طريقتين. انت مبدئيا عارفين ان الفانكشن دي وقال لنا ان هي ممبر فانكشن، فهي تقدر تاكسس اي فاليبل برايفت جوه الليست. تمام كده؟ فممكن ان انت تستعمل فاليبلز دي دايركتلي، ان انت تقول هنا مثلا ايه get first element تقول e equal مثلا list array او 0 عشان انت get first element. ممكن تقول get او ممكن تستعمل ال public member functions الموجوده تقول e equal first او لا مش تقول دي لا تقول مثلا نحط هنا flag اي حاجه مش فارقه دلوقتي equal first e. دول طريقتين الاثنين هيشتغلوا لان الفانكشن دي ممبر فانكشن ممكن تاكسس اي من برايفت او بابليك براحتك. تمام؟ طيب احنا دلوقتي هدفنا ان احنا نستعمل الممبر فانكشنز على قد ما نقدر. تمام كده؟ فبالتالي نشوف كل ستيب ازاي ممكن نستعمل الممبر فانكشنز. اول ستيب عشان اتاكد ان ال1 وال2 فاضيين، لو واحد فكر عادي يقول لك اتاكد ان النمبر ده بتاعهم مش بيساوي 0 فبيساوي فيرست بالظبط. فاول طريقه اللي هي بنستعمل بنستعمل برايفت فيربز على طول ان انا اتاكد ان البوزيشنز بيساوي 0 ولا لا، لو بيساوي 0 يبقى فاضيه مش بيساوي 0 مليان. الطريقه الثانيه ان انا ايه؟ احنا عندنا فيرست هنا قلنا ان هي بتتاكد ان لسه فاضيه ولا لا، لو فاضيه بترجع لي فولس، لو مش فاضيه بترجع لي ترو. فاحنا ممكن نستعمل فيرست دي كانها فانكشن كل هدفها ان نتاكد هل لسه فاضيه ولا لا، لو فاضيه هترجع لي فولس، لو مش فاضيه هترجع لي ترو. هنا نستعمل فيرست هو اللي احنا عملناه هنا. الاول فيرست لازم تاخد
جواها انا باس مثلا فاريبل اي تايب. انا بس هنا عرفت دامي فاريبل كده سميته اي تايب اي اي حاجه عشان بس اقدر اكون في الشخص تاخد حاجه انا جواها. فانا بيتها اي اي ده مش فارق معايا هو ايه، انا بس هدفي البوليان اللي هيرجع تمام كده ماشي. فانا بقول ايه لو ال1 فيرست رجعت لي فولس، يعني لو اول واحده انت من قلنا فيرست بترجع فولس لما تكون انت، يعني هي بتقول لي ان انا ما قدرتش اجيب لك اول اليت عشان الليست فاضيه. فلو اول الاول اري فاضيه او تاني اري فاضيه يبقى ريتيرن، لان احنا هو قايل لي ان السبيد دي لازم ترجع بوينت، يعني مش ترجع حاجه. فكل اللي عمله بس ان انا هريتيرن هاخد بره فانكشن مش هعمل حاجه تمام كده. هل عندك مشكله؟ هي ليه مش بوليان بحيث اعرف لو فولس بقى انا فاهم مشكلة. هو قال لك خليها فولس، يعني انا بعد ما استخدمها مش هعرف اصلا ان انا حطيتها. انا معاك صح كلامك صح، يعني هو لو انت بتعمل انت فانكشن من دماغك اكيد مش هتخليها بوليان، هي بوليان مش هتقدر ترجع لك الستيت اللي حصل نجحت فشلت اللي حصل كده مش هتعرف اللي حصل ده، بس هتخرج وخلاص تمام. صوت طلب منك تخليها فولس كل عامل هتطلع بره فانكشن تمام كده ماشي كده. خلصنا اول ستيب اتاكدنا ان الاثنين لسه فاضيين. لا هو معلش بعد ما يخرج كامل، انا كده بقول لو دي فاضيه او دي فاضيه اخرج بالظبط. لا انا بقوله كده لا بص. ايوه بعد ما يخرج من الفانكشن يعني لو دي مش فاضيه هو بص ايه الكونديشن ده اول واحده بتقول ايه؟ ان لو هي فاضيه هيرجع فولس، لو هي فاضيه هيرجع فولس صح؟ اه فلو اول واحده فاضيه او تاني واحده فاضيه لا ثانيه بص لا اول واحده انا فاهم القصد. هي لازم اند. لا مش اند. عشان هي بترجع زيرو مش نقطة. لان هو ايه؟ انت انا فاهم انت عايز تبقى ايه؟ نقط؟ ايوه بالظبط. ال1 دوت فيرست بعد كده اي اند صح؟ ال2 دوت فيرست صح؟ شو انت عايز تقوله؟ مثلا. نقط اول واحدة اند نقط اول نقط تاني واحدة. بالظبط الاثنين فاضيين. ده اللي انت عايز تقوله صح؟ ماشي. ممكن ببساطة كده انت فاكر خدت دوش ديزاين؟ اخدت وجهه نظري صح؟ فاكرين اكيد البروبرتي دي مثلا انا بس هحولها لك بروبرتي كده بعد كده هحاول اشرحها لك كده بمفهوميه يعني ماشي؟ عارف ايه؟ ان انت عندك نوت A and نوت B بتساوي نوت A or B صح؟ ماشي. فهو ده بالظبط هو ده كاني خدت نوت بره. لا لو واحدة بس فيها حاجة ايوه ماشي انا بقول لازم الاثنين تتضاعف فولس عشان يبقوا الاثنين مع بعض عشان اكمل ايوه بالظبط انا بقول لحضرتك لما يخرج هيعمل ايه؟ هيكمل لو هيكمل لا لو خرج لو هنا بص لو الاثنين فولس يعني لو دي فاضية ودي فاضية ايوه يبقى ده يبقى فولس وفولس لا ثانية واحدة لازم اند صح؟ ثانية واحدة، احنا قلنا is not empty. لو الاثنين empty هيرجع لنا فولس، هيرجع لنا فولس. هيكمل. طيب لو واحدة فاضية واحدة مليانة هيرجع لي فوق، معايا كده ده صح. احنا عايزينهم يبقوا empty أصلا. احنا عايزينهم يبقوا empty. فعشان لما الاثنين دول يبقوا empty هي الكونديشن ده فولس. فمش هيخش هيبقى مش هيعمل كده، هياخد بس. هي يعني ممكن تكتبها كده هي بس كاني خدت نوت بره وانت عايز بقى اللي الاف دي هيبقى جواها اللي تحت هنا هو الواحده فيهم مليانه صح فهيدي ترو فهيرتن فمش هيكمل اصلا البرنامج لو اي واحده من دول مليانه هيرجع لي لو اي واحده من دول مليانه هيرجع ترو واحده هيرجع ترو عشان انا نجحت ان انا ارجع اول اليمنت وهو جوه ايه فهيرتن فمش لو رجع اي اليمنت يبقى هي مليانه فانا عايز اطلع بره الفانكشن خلاص مش هعمل حاجه فاقول ترو تمام كده عشان انا اطلع تمام؟ فدلوقتي احنا عملنا تشيك على اول كونديشن اللي هو عملنا ان اتاكدنا ان انتوا فاضيين خلاص كده؟ ماشي قلنا هناخد اول element هو انا عملت هنا سميت فلاج هنا هنشوف ليه عملنا فلاج دلوقتي ماشي؟ عملت فلاج حطيت فيه اللي هيرجع من فيرست لما انا بقول فيرست هنا يبقى انا بقول الفيرست بتاعت اي واحده يعني انا عملت كل الفانكشن دي بقل وفلان ده ايه اصلا ده ايه؟ كنت لسه هقول انا ما عرفتوش
لا انا عملت كل الفانكشن دي كده ال دوت سبليت ال1 وال2. يبقى انا لما بقول فيرست هنا بقول الفيرست بتاعت انهي اوبجكت؟ بتاعت ال ولا ال1 ولا ال2؟ ال بتاعت ال صح؟ فانا كاني بجيب اول element في الاري اللي اسمها ال اللي هي جيت فيرست اللي احنا عايزينها هنا. حد عنده مشكله؟ ماشي. بعدين بشوف طول انا عايز اعمل لوب هنا صح؟ حاول ايه هنشيك طول ما هي مش فاضيه مش فاضيه وايل لا يعني مش وايل نوت امتي وايل نوت امتي يعني ما وصلتش النهايه ماشي هنا وايل نوت امتي انا عايز الف لغايه ما تخلص فانا هفضل الف وافضل اكمل لف طول ما هي ما وصلتش الاخر تمام مش اصلا مش فاهم انا فاهم معلش مش فاهم الحته دي حته ايه؟ ان انا استخدمت فيرست على طول وقلت ان هي هتبقى بتاعت ال عشان انا الاوبجكت ده ما انت بص لما تقول كده ال احنا قايلين ان احنا عايزين نقولها بالمنظر ده تمام؟ ال كده دوت سبليت ال1 وال2 والمتوقع ان هو يعمله لي ان هو الاقي ال1 فيها الايفن اندكس بتوع ال وال2 يبقى فيها الاود اندكس بتاع 2. فانت لما تعمل كول كده لما تخش جوه الفانكشن اي يعني لو قلت مثلا نمبر اوف اليمنتس يبقى انا باكسس النمبر اوف اليمنتس بتوع الاوبجكت اللي اسمه ال. لو انا عايز مثلا اكسس النمبر اوف اليمنتس بتاع الاوبجكت اللي اسمه ال1 اكتبها زي ما انا عملت هنا كده اكتب ال1 دوت بس نمبر اوف اليمنتس تمام. ف باي ديفولت لو انت مثلا خدت هنا فيرست كده على طول يبقى هو هيجيب الفانكشن فيرست بتاعت الاوبجكت اللي عمل كل الفانكشن دي اللي هو هنا ال تمام عشان عارف ان انا عايز اكل كده عشان كده كل المنظر ده تمام؟ هل عنده مشكله؟ طيب احنا وصلنا ان احنا هنا جبنا اول element وبعد كده احنا قلنا عملنا فلاج وبنقول لي عملنا فلاج. طيب احنا قلنا احنا عايزين نلف طول ما وصلناش للاخر في كونديشن ان هو ممكن تكون ال اصلا فاضيه تمام؟ لو ال فاضيه يبقى انا او قبل ما يعني هجيب اول اليمنت اللي انا وصلت لاخرها ولا لا؟ يعني هي فاضيه ما فيهاش حاجه فكان اول اليمنت اصلا لاخرها ما فيهاش حاجه اصلا عشان اجيبها فعشان كده انا خليت فلاج عملت هنا فلاج وخدت فيه بتاع فيرس فعشان هنا لو هي فاضيه ما تخشش في الفيرس اصلا هيقول لي فولس المفروض ان انا اللي انا كاتبه هنا اول اليمنت ده اخر الليست فمش عايز اخش جوه اللوب اصلا كاني عايز اخد بره خالص تمام؟ ماشي. فلو هنا كانت الليست فاضيه الفلاج دي هيبقى فيها فولس والتاني مش هخش جوه اللوب دي خالص اللي هو بالظبط نفس اللي انا عامله بس ده دي هاندل الكيس لو الليست اصلا ال دي فاضيه تمام كده؟ ال مش ال1 وال2 ماشي. حد عنده مشكله؟ انا ما فهمتش ماشي. لو انا الليست فاضيه لو انا ال دي نفسها لا مش ايه؟ ليه مش؟ يعني ليه خدنا فيرست على طول وهو فاهم ان هي دي الفيرست بتاعت ال بتاعت ال؟ نفس السؤال يا باشمهندس. نفس السؤال يا باشمهندس. ليه لما اقول الفيرست اوف اي فهو هيبقى الفيرست اوف اي بتاع ال مش بتاع ال1 او ال2؟ هو السؤال؟ طيب لما نيجي اي فانكشن اي ميمري فانكشن جوه كلاس تمام؟ لازم مش هتعملها كول تعملها كول اوبجكت تمام؟ فانت لما تيجي مثلا اكتب ال كده دوت سبليت يبقى انا بعمل كل الفانكشن سبليت دي من الاوبجكت اللي اسمه ال صح؟ فهو لما تكتب انت جوه الممبر فانكشن دي مثلا هكتب اي ممبر فانكشن ثانيه موجوده في الكلاس لوحدها كده اللي هيعمله ان هو هيكول الفانكشن دي بتاعه الاوبجكت اللي عمل كل الفانكشن سبليت واللي عمل كل الفانكشن سبليت اللي هو ال هنا هيكون فيرست بتاع ال تمام. حد عنده مشكله؟ احنا عايزين يعني ال ده مش كلاس؟ هو الكلاس هي التايب الاوبجكت هو انستنس من كلاس يعني ال1 اوبجكت برضه هو عارف لان انا هنا بقى انا عملت كل فين قلت لها ال دوت فمين الاوبجكت بتعمل كل سبيت اللي قبل الدوت اللي هو ال؟ ايه؟ عامل كده فين؟
انا وانا وهو بيعرف الفانكشن بيقول لك هي هدفها الاوبجكت اللي عامل كل سبرنت هيتقسم اتنين. فانا عارف ان ده اللي انا عايز اقسمه ودول اللي انا عايز احط فيهم الحاجه اللي تتقسم. اصحى لو عندي مشكله في فلوس دي؟ ما عندكش مشكله؟ فاهمين طيب ليه عملنا بوليان فلاج وعملنا وايت فلاج ده؟ عشان خاطر نتاكد ان الليست مش فاضي. عشان نهندل الكيس لو الليست فاضيه خالص. ماشي؟ بس احنا هنعمل كل اللي عملناه ان احنا عملنا هنا الفاريبل سميناه اي ده هيعبر عن الاندكس. انا عارف تحسه بايه؟ بس انا كرنت بوزيشن خلاص ماشي بس هي بس مش هعمل اندكس دلوقتي انا هشوف الاخر كرنت بوزيشن. فانا بشوف قلنا هنشيك الاندكس لو الاندكس ايفن يعني معناها ان المود بتاعه او الريميندر مع 2 هيديني 0 ان مثلا 4 على 2 ب2 فالريميندر بزيرو مفيش حاجه تانية. فاهمين معنى ريميندر صح؟ فاهمين ليه ده اي اي دي لو ايفن هترجع زيرو صح؟ ما عنديش مشكله يعني. لان انا ده كاني بشوف لو ايفن فلو ايفن عايز اخد الايلمنت ده احطه جوه ال1 فانسرت في ال1 else يبقى هو اوت يبقى انا هحطه في ال2 تمام كده؟ هنا خلصنا لغايه التشيك بعد كده في حاجه انا نازلها على فكره بس دي واحد يقول في حاجه ماسيه تحت احنا بنمشي بخطوات كتير. احنا قلنا ايه كده احنا عملنا تشيك المفروض ايه نجيب الاليمنت اللي بعده فنكست دوت فعملنا نكست وحطيناه في اي بس الفلاج ده هيعبر لنا هل الليست خلصت ولا لا لان نكست لو انا وصلت لاخر اليمنت وعايز اجيب اللي بعده هترجع لي فولس. فلما ترجع لي فولس هخش الوايل اللي ده جايبه فولس فياخد بره اللوب خالص. بالتالي اللوب دي هتخرج لما اخلص كل الليست. تمام؟ في ستيب هنا انكريمنت الاندكس. انا هنا ما عملتهاش. انا بس هحطها زياده. ماشي؟ كده. اي بلس بكتب ريتيرن بقى ولا بكتبش ريتيرن؟ مش لازم تكتب ريتيرن ان هي فايت يعني ممكن تكتب في الاخر ريتيرن لو انت عايز بس مش لازم لان هي فايت يعني. ماشي؟ طيب احنا دلوقتي حد عنده فايت مشكله في اللي انا قلته ده؟ مش فاهمه؟ هو لازم موضوع الشهاده هو انا مش ممكن اخد الفيرست اي نفسها هي بتاعت ال1 طالعه مع الكونديشن بتاعت الاف اللي فوق ممكن لا انا يعني يعني لو الاولى لو ال1 فاضيه لو ال1 فيها حاجه او ال2 فيها حاجه او ال فاضيه اخرى ممكن هو اختصر مثلا سطرين ممكن هو كان ممكن هو عايز يعمل ايه؟ هو عارف لو ال دي فاضيه انا هعمل حاجه اصلا هاخد كل اللي هعمله في الواقع حتى اللي احنا عاملينه ده هاخد بره الفانكشن خالص صح؟ هو عايز يعمل ايه؟ يحط هنا او انا بقول ايه ثانيه بقى عشان بس ما تطورش عشان الترتيب هيفرق هنا لو اول واحده فاضيه اللي هي ترجع لي فولس او تاني واحده فاضيه او الاخرانيه لا انا بقول لو اول واحده مليانه وتاني واحده مليانه او الاخرانيه فاضيه ايوه بالظبط كده او الاخرانيه فاضيه فدي هنا لو مليانه لو اول واحده مليانه او تاني واحده مليانه او ال اصلا فاضي او ال مش مليانه مش اللي هي نقص مليانه اللي هي بتاعت اللي طالعه او فاضيه يعني ممكن تعمل كده وساعتها هو مش فيرست ده بيرجع فولس لو هي فاضيه بيرجع فولس لو هي فاضيه او فيرست دي كده صح انا لو شفت ده بيتشك الاثنين فاضيين الاثنين مش فاضيين تمام وده بيتشك ان اخر واحده اللي انا عايز اثبتها اصلا فيها حاجه ان هي لو فيها حاجه هيرجع لي ترو فالكونديشن ده هيشتغل. ااا كانت اور وشيل النوت اللي قبل كده. خلاص اخر حاجه. ايوه. خلاص ليه بقى؟ ليه؟ هو لو هي فاضيه لو هي انا هنا اللي انا عايز الكونديشن ده يخش امتى؟ لو هي مليانه اصلا. لو دي فاضيه.
ودي فاضية أو لو دي فاضية لو دي مليانة أو دي مليانة ماشي أيوة صح لو دي مليانة أو دي مليانة أو الـ الأصلية فاضية يبقى أو الـ الأصلية فاضية فاهم بصوا يا جماعة أنا دلوقتي مش هركز خلاص الكلام المنطقي بتاعك صح ماشي أنا دلوقتي مش عارف أحط كله بس أنت كلامك صح خلاص هقعد كده شويه بعد السيشن كده هقعد بالراحه هحطها النقط اللي في الاخر كانت 4 3 مع بعض وشيل النقط انا مصدق بس هقعد كده بالراحه واكتبها عشان بس ما اقعدش الخبطكم ماشي الكلام ده كده هيشتغل طيب احنا هنا عملنا اندكس عشان نعرف يعني عملنا ادالي بالاي عشان نعرف الاندكس بتاع الحاجه اللي احنا بنعملها اكسس صح مش حاولنا هنا ده الاندكس اللي كنا بنشيك عليه كنا كل مره بنكريمنته تمام ماشي فاحنا ده كنا ممكن بدل ما نستعمله ونعرفه كده من دي كنا ممكن نستعمل الكرنت بوزيشن الموجوده هنا لان هي بتعبر عن الاندكس بتاع اخر حاجه اللي ذكرتها فهي هي هتلاقوها ان احنا الاي دي هتلاقي بالظبط كل لوب عامله زي الكرنت بوزيشن فاحنا كنا ممكن بدل ما عرفنا فيه جديد اسمه اي ونشيك عليه كل مره نعمل انكريمنت كنا ممكن نستعمل كرنت بوزيشن على طول ومش محتاج بقى نعمل انكريمنت ان هو نكست لوحدها تعمل انكريمنت تمام؟ حضرتك مشكله؟ بس انا الاي نفسها ايه؟ الاي نفسها مش ديفايد احنا بنشوف بس ريمندر معاها ايه بنقول بس ما بنقسمهاش على طول بس ما بنقسمش اي طب بس كله بنعمله بنزودها يعني يعني ده كانه تشيك لو هي وانا في حاجه في دماغي بس دلوقتي اليوزر كان ما ينفعش يعمل الفيرست يجيب اول واحد بعدين يبتدي يعمل نكست مثلا ثلاث مرات فيجيب الثلاثه اللي بعدهم ويروح عامل سبليت ويكمل نكست لان السبليت دي هترجعه تاني يقف عند الفيرست لا خلي بالك انا عملت سبليت بس ايه اللي ما اتغيرتش؟ ايه اللي ثابته زي ما هي؟ ما اتغيرتش خالص انا كل عملت اثنين جداد فيهم ال مع مناسبه انما ال زي ما هي مش فاهم بس انا عملت كل فيرست بتاعت ال تمام فالكرنت بوزيشن اتغير بدل اللي انا كنت واقف اه بالظبط اللي انا كنت واقف عنده مثلا رجع تاني عند زيرو كلامك صح ان انا كده كاني ضيعت حاجه اليوزر كان بيعملها بالظبط ولو استخدمت كرنت بوزيشن بدل الاي يبقى انا كده كاني بوقفه عند حاجه غير اللي انا اصلا كنت واقف عندها ما هو كده كده كرنت بوزيشن كده كده هنا بيتغير برضه اللي انا عملته مش فارق حاجه انا هنا بعمل كل فيرست نفسه اه بالظبط ال اوريدي هو بيصفر كارنت بوزيشن على طول لوحده تمام كلامك صح ان هو انا كده لو انا بحط الكود ده الكود ده بعمله عشان اليوزر يستعمله مثلا هنا انا بخلي سبليت بتغير في البوزيشن اللي كان يعني مثلا اليوزر ايه مثلا كان عنده ال كان فيها مثلا 1 2 3 4 فاليوزر عمل كل فيرست بعد كده عمل نكست تمام فاليوزر متوقع ان هو النكست الجاي يجيب له ايه؟ تلاته. تمام. راح هو جه في النص بقى قال لك ال سبليت. كده لما انا اخرج من الفانكشن دي هيبقى الكرنت بوزيشن فين؟ عن الاخر واحد. مش لازم اخلص الليست ال اصلا. ايه؟ مش لازم اخلص ال كلها اصلا عشان يخرج. ايوه يعني في الاخر يعني لما اخرج من الفانكشن دي هيبقى الكرنت بوزيشن بكام؟ عند اربعه. ماشي اللي هو يعني 4 على 3 3 كان كان قصدك حد عنده مشكله طيب ليه كان بوزيشن لما يطلع الفانكشن دي يبقى 3 اللي هو يعني بيعبر عنها ان هو هنا انا بعمل كود نكست فاللي هو هيعمله ان هو هيروح للنكست هنا ورا دي كلمات الكرنت بوزيشن وانت هاخد لما نكست تديني فولس انت نكست تديني فولس لما اوصل الكرنت بوزيشن سي نمبر بيراميدز ماينس 1 فلما اخرج في بايل فانكشن دي هتكون كارت بوزيشن هو اخر واحد. فاليوزر بقى لما يجي يقول ال دوت نكست دي له فولت هو متوقع يطلعوا ثلاثه يعني يطلعوا فولت. فكلامك صح. يعني منطقي جدا ان هو انا عشان كده اكسس حاجه برايفت بس يعني اليوزر يعرف الحاجات البرايفت اصلا بتاعت الليست بتاعته. لا انا ما بقتش اليوزر يغير انا اليوزر ما بقاش حاجه بس انا ممكن انت عندك يا اما انت وانت بتعرف فانكشن تقول لي سبيد دي بتغير في الفاريبلز فبالتالي ما استعملهاش غير لما تكون انت رجعت للفيرست او خلصت كل الاكسس اللي انت مسكتيه او انك بقى
يعني تسيب جوه الفانكشن هنا تقول مثلا انت مثلا اي حاجه انت اكس مثلا او انت اولد كارنت بوزيشن يساوي كارنت بوزيشن كده انا كاني عملت فاريبل جوه الفانكشن كده سيفت فيه كارنت بوزيشن قبل ما ابتدي اعمل اي حاجه بعد ما تخلص كل اللي انت عايزه تقول رجعه ايه؟ تقول الكرنت بوزيشن كده بره السكوب بتاع الفانكشن مش عارف اعمل حاجه هنا بيساوي اولد كرنت بوزيشن رجعه ايه مشكلتك يعني انا هنا الاول سيفت الفاريبل كرنت بوزيشن قبل ما ابتدي اشتغل في الفانكشن قبل ما ابتدي اعمل حاجه قبل ما ابتدي اعمل كول فيرست او نكست وبعد كده لما خلصت خالص رجعته في كرنت بوزيشن تاني عشان اليوزر لما تاخد من الفانكشن لازم يحسش بحاجه يكون نكس هيبقى كارنت بوزيشن بقى هيبقى هنا تاني يعمل نكس هيجيله تاني انا مش عارفه ليه يعني مفهمتش ليه لما هيعمل ستوب بعد كده نكس يبقى هيروح لفور ماشي هو ده اللي خلصت 10؟ اه ماشي يحفظ غلط بقى يعني لو عملنا 10 و5 هتزعلوا قوي يعني؟ لا ماشي هتزعلوا؟ طب خلينا نقول البوينترز وبعد كده نرجع للميشن. البوينترز المفروض ان انتوا مع الدكتور اخدتوا ازاي تقدروا تعملوا نيو وديليت صح؟ وما خدت حاجه ثانيه اسمها اسيرت. فاحنا مثلا لما نيجي عايزين نعرف فايده البوينترز مين هي اهم حاجه انت تقدر تعمل اري حجمها ممكن يتغير في الران تايم اللي هي نفس اللي احنا قلناه يعني جي سي بيخليك تتجنب الموضوع ده بس معظم الحاجات ما بينفعش ان احنا قلنا دلوقتي ان لازم نيجي نعرف اري زي ما عملنا هنا مثلا سايز يبقى السايز بتاعها معروف اثناء الكومبايليشن يعني لما تبص على الكود كده تعرف ان لسه اري وحجمها قد ايه تمام انما لما تيجي تعرف بالبوينترز والنيو انت ممكن السايز اللي هو ده ما يبقاش معروف اثناء الكومبايليشن يبقى بيتغير على حسب الران تايم اللي حصل تمام يعني ممكن يبقى هنا في سي ان مثلا واي وبعد كده اعمل نيو انت واي مش مشكله اي كوبايلر هيوقفها على مراته تمام ماشي فانا هنا مثلا عرفت بوينتر اسمه اكس تمام بعد كده في الميديا عملت ايه؟ هي بس نشوف الميموري شكلها ايه؟ الميديا مهتمه باثنين اماكن في الميموري تمام؟ بروجرام بيقسم الميموري بتاعته ميني خلينا بس الحتتين دول حته اسمها ستاك حته اسمها دي منظر بقى الستاك دي بيعمل فيها ازاي بس يعني الستاك بيبقى فيها مثلا انا عارف هنا انت مثلا اكس يبقى اي فاريبل معرفه جوه فانكشن او جوه اي حته هيتعرف من الستاك تمام اي حاجه اعرفها من يو هتتعرف جوه اليو حلو كده ماشي فانا اول حاجه عرفت فاريبل نوع انتجر نوع بوينتر تو انتجر صح اللي هو سميته اكس بيروح جوه الستاك ويعمل فاريبل نوع بوينتر تو انتجر واسمه اكس حلو كده ده اول سطر بس تاني سطر هلاقي نيو فيروح جوه الهيب يحجز 10 اماكن في الميموري تمام نوعهم انتجر وبعد كده ياخد الادرس بتاع اول مكان يحط جوه الفاريبل اللي اسمه اكس اللي هو جوه الستاك ممكن ايه نعمل ايه الستاك خليه يعمل كده عشان بس واضح ان ده ايه حلو كده؟ ايه؟ دي بقى كذا طريقه عشان تاكسس الحاجه اللي الاكس ده بيشار عليها اللي هو الميموري اللي جوه دي ممكن تقول سي ان ده اسمه الدي ريفرنسنج اوبريتور ده كانك بتقول ايه؟ روح للفاليو اللي جوه اكس هتلاقي حاجة، الحاجة دي بتعبر عن ميموري لوكيشن روح له وبعدين هات بقى الحاجة اللي جوه الميموري لوكيشن ده تمام كده؟ فهو هنا كأنه هياخد المكان ده كده هيروح له ويدخل فيه الحاجة اليوزر هيدخلها. حد عنده مشكلة؟ ماشي. ممكن برضه أكتبها بطريقة تانية إن أنا أعرف كأني كذا ممكن بعمل في الستاتيك أريز أقول إكس اوف زيرو كده كده هروح لاول في الاريه اللي هو هنا وهروح
واحد اول مكان وهنحط فيه اكس. فدول كده يكون بالظبط زي بعض. تمام؟ نفس الفكره برضو لو انا عايز اروح بقى لتاني element في الاري اللي انا عرفتها اللي هي في الهيب دي، ممكن اقول له سي ان اكس 1 كده يروح لتاني مكان في الاري ويحط فيه الحاجه اللي هو سي ان. او ممكن اعمله بالطريقه دي ان انا كان ياخد الادرس جوه اكس اللي هو بيشاور هنا وازود عليه واحد فيروح الميموري لوكيشن اللي بعده. بعد كده اجيب الداتا اللي جواه دي ريفرس الاوبريت. وهو كده كده احط جوه السي احط جوه الاسكيس ماشي. افرض بغض النظر عن الموضوع الجديد ده، افرض ان اليوزر ما عملش اي حاجه فيها دي تمام، والكلام ده كان جوه فانكشن. الفانكشن دي هنا لو اليوزر مش حاطط دي دول خالص هياخد بره الفانكشن صح؟ لما ياخد بره الفانكشن اللي بيعمله ان هو بيمسح اي فاليوز كانت موجوده في الستاك. هيروح يمسح الفاليوز اللي اسمه اكس بس مش هيمسح اي حاجه دي. فدلوقتي بعد لو انت بقى عملت ديليت اللي حصل ايه؟ بقى عندك 10 اماكن محجوزين في الهيب بس انت ما عادش الادرس بتاعك. فانت عمرك ما هتعرف توصل لهم في حياتك بس هم محجوزين ما ينفعش حد تاني غيرك يستعمل. فده كده الحركه دي اسمها ميموري ليك. ان انت عندك حته في الميموري انت مش هينفع تستعملها وما مسحتهاش قبل ما تبطل تستعمل. تمام كده؟ حد فاهم ايه الميموري ده حصل ايه؟ حد؟ لا مش عارف اكسسه اصلا وهم فيهم فاليوز مش عارف اوصل لهم ولا صح؟ بغض النظر فيهم فاليوز لا ما دام انت حجزتهم بالفيو لازم تعمل لهم فيديو. فعشان خاطر نتجنب الموضوع ده بنعمل حاجه اسمها ديليت. لو انت معرف اكس ب 10 كده وانت قاصد انك عايز بس تقول اول مكان انا بطلت استعمله خلاص ممكن تعمل كده ديليت اكس. كده اللي هيعمله هيروح للمكان للحاجه اللي شايل عليها اكس ويقول خلاص اليوزر مش عايزها فخلاص هنسحها منه. فكده اليوزر انت كده لسه عندك 9 اماكن محجوزين اللي هم اكس ب 1 اكس ب 2 اكس ب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9. تمام؟ الدليل دي بس الاكس كده هيمسح بس اول مكان. عايز يمسح اللي بعده بالظبط بالطريقه دي تقول دليل اكس بلس 1. كده هيمسح تاني مكان. بس لو انت عايز تشيل الاريه كلها تعمل دليل اكس وتحط قوسين كده فاضيين. كده هيمسح كل ال كل الليست كلها، هيمسح كل الاريه كلها. هيمسح ال 10 دول على طول ويقول لازم خلاص مش محتاجين. تمام كده؟ اخر حاجه بقى اللي في البوينترز ان انت عندك لو عرفت مثلا فاريبل اسمه اس اللي هو ستودنت وعرفت بوينتر للستودنت برضه الستودنت ده اللي هو كلاس انت معرفه اوريدي وجواه حاجه اسمها نيم. يعني الستودنت ده جواه بوبلت فاريبل اسمه نيم هو انا معرفه في كلاس. حلو كده؟ فانا عرفت هنا بوينتر للنوع اللي اسمه ستودنت عادي من حقي مش مشكله وعرفت فاريبل جديد نوع ستودنت. حلو كده؟ فانا ممكن تخلي البوينتر ده بيشاور او الفاليو اللي جواه هي الادرس بتاع اس. بنعملها ازاي بالاوبريتور ده؟ الاوبريتور ده اسمه ريفرنسنج اوبريتور. اللي بيعمله ان هو قاعد كده كده بيقول لك روح للادرس بتاع اس رجعه له وحطه جوه بوينتر. حد عنده مشكله؟ ماشي. فهنا ممكن بقى عشان تغير النيم بتاع اس تعملها بكذا طريقه. ممكن تقول مثلا سي ام اس 2 فده الطريقه اللي احنا فاضيين عليها عادي مش مشكله. في طريقه ثانيه ان انا ايه كاني هروح اقول روح للحاجه اللي البوينتر بيشاور عليها وهات النيم بتاعها. فهو هنا كانه هيروح للحاجه اللي البوينتر بيشاور عليها وبعد كده هنا هياكسس النيم اللي جوه بوينتر. ممكن بقى الطريقه الثالثه عاملينها في بالنسبه للبوينترز مع كلاسز ان انت دي كده مع قوسين مع دوت تعرفها بايه تكتب ماينس كده وبعد كده جريتر دان. دي بالظبط ايكوفلنت دي. تمام كده؟ ده كله انا كنت عايز اقوله. إيه لو بقى عايز اسالك ممكن اشرح لك دلوقتي.